احنا هنا. شاي ولا قهوه؟ ها؟ لا ترى انا بغيت اتكلم. لا بغيت عادي انت تفتح لي مجال. انا اشوف عيونك الشحنه. الشهره؟ الشحنه. الشحنه؟ اي والله. اي والله تبي صدق؟ انا والله ما اقسم بالله من يوم دخلت عند البوابه وانا ماني بطيب، ما ادري هو عاد علشان ذا اللي بيطلعون ولا لو كاد الاخلاق التجاريه. متوتر كلنا متوترين. لا لا انا امس مروح معك. بيد عشت والله عشت. اشكرك. وش هي؟ ايش هلا؟ ايش هلا؟ ايش هلا؟ والله اني من احافظ سري وهلا وعجزان اني احافظ بعد حفظه لي ثلاث ايام مخي حتى لو انه حافظ راح يفلته لانه الان الوضع يعني مكركب الوضع اليوم. اي الوضع اليوم خطير ما شاء الله. تعرف التوفيق هذا انه اللي جاك من رب العالمين؟ تدري ان يصير من رب العالمين؟ تدري يا سايد؟ لا اله الا الله. بما ان اجتمعنا تدري القصه هذه اللي انا قلتها انها حقيقيه؟ والله ما جاء والله. والحلف مو بزين في بعض الامور لكن يعلم الله. 1% بالذات انا يا مسفر السعدي 1% ما توقعت اني بادخل وبقابل الكاميرا وجه الوجه ولا اني اطلع في شاشه التلفزيون. انا حاسب حساب نفس الكلام. انا اذا طلع واحد من الجماعه واقصى الجماعه مره واحده على شاشه التلفزيون وقابلنا سبحان الله هذا له 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 قامه عندنا. سمعت؟ وكان عندي رهاب كبير من الكاميرا، ما انا وياه ما نبخل. لا لا شيل هذا اللي انت جايبه الان ان شاء الله ان الله يكتب لك خير. اللهم لك الحمد. تبي الصدق يا سعيد؟ اول شيء التوفيق من عند الله، انا انصحك بالصدقه. انصحك بثلاث. اكيد دفعت بلا، الصدقه دفعت. سمعت؟ هذه الصدقه صلاح على النبي والحوقله. مع ان الادعيه كثير يعني الصدقه الصلاه على النبي والحوقله فيه الاستغفار. فيه الاستغفار وفيه تجديد النيه كل يوم وفيه وحي من ملكها كلها تفتح له بيبان الارزاق قدام. اي والله اني جالس على ذا الكرسي من جنبك اقسم بالله ما توقعت اصلا. اعطاني الكرت الذهبي بحاج ما اعرف ايش الكرت الذهبي، ما اعرف ثمن الكرت الذهبي وش. نعم قال كرت ذهبي شيء طبيعي. طلع اكلم العيال اللي انا قبل لا ادخل برنامج نبي نروح نسمر معهم، اكلمهم ما كاني دخلت برنامج ولا كان شيء. كملنا سمرتنا لعبنا بلوت سولفنا انتهى الموضوع. تعرف اني انا شايل شناتي من الاردن، شناتي شلتهن وقاصد السعوديه لظرفنا لهذا الهدف. لا لا ما هو هدف لي، لهدف اخر. جاي انا شايل شناتي متوكل على رب العالمين من ديرتنا بالمفرق ومنطلق الى السعوديه. يوم اني شلت الشناتي فقالوا لي اهلي يا معود ترى التقديم على البدايه موجود قدم. انا كنت يعني اضطر اني احب حاب اني حتى ما كان عندك خبر في التقديم. ما كان عندي خبر، خبروني اهلي والله وارجع واحط الشناتي واضبط الامور واقدم البدايه. يوم اني جيت على الطريق والله انا ما ادري وين المكان بالضبط اللي استرتبوه انا، بس المهم ولا الرساله تجي. خذيت خط سعودي وشغلت النت والرساله جايه. تم قبولك المبدئي في قناة بداية والمقابلة كان يوم أربعاء. أنا يوم شفت الرسالة طرت من الفرح. يوم جيت على الباب حتى يوم إني جيت على الباب بعد صار علي ظرف ما قدرت إني أصل للقناة، لكن خويي لزم علي إلا يجيبني. وأجي وأضرب وجه قناة بداية. سبحان الله. يوم إني وصلت أنا دخلت ومثل ما شفت. والله وفقنا والحمد لله وجمعني بوجوه الطيبة هذه كلها. يا رب. اللهم لك الحمد لكل حق. بعدين أعلمكم يعني ترى الشغلة صعبة جدا، ترى الشغلة مو باللي قاعد نتصورها. يعني تخيل أنت إنسان في مجتمع ما بين متوسط وعالي ومثقف وإلى آخر ما بين الكلمات اللي تلفظ وذا، أنت برا تأخذ راحتك في الكلام. هنا ما هنا لازم الواحد يحرص على نفسه بقدر ما يستطيع. صعب صعب صدق صعب، يعني في ضغط نفسي. الحرص على النفس ان الواحد يبي يتكلم لكن وراه جمهور
يعني يحترم بذاك الاحترام. انت صادق اللي يليق فيه احترام متمه، لكن الحرص على النفس والحرص على انك الكلمه تعد لها للعشره المفروض انها تكون موجوده هان بكل مكان. صح، حرصه لازم يكون على نفسه يا اخي. لا على الاقل انت برا تقدر تاخذ راحتك مع اخوك. اي هذه مع ولد عمك، هذا المقصد، مع مجتمع مجلس فيه عشاء كلهم عيال عمك تقدر تاخذ، لانهم لا اذا سمعوا بيعذرونك. بس كل المجتمع لا، المجتمع اللي ورا الشاشه يبغى لك كلام في يعني اسمك وصورتك تزور كل بيت، كل بيت تقلط على كل بيت، ما بين رجل ما بين حرمه ما بين. الله يا رب في هذا الليل ان الله يستر علينا بستر بس وجعلنا ما نقول الا الكلمه الطيبه. احنا بشربنا عيال عملك ما يحتاج، اخوان لك بعد اخوان ما يحتاج. وانا من جيت انا والله